نحن اليوم 6 شباط 2012 من اسطنبول، عرف عن نفسك اخي الكريم. انا اكرم عبد الدايم ابو زياد، انا ابو لداني عبد الدايم البطل. داني عبد الدايم هلا محاصر في بابا عمرو في حمص، مظبوط هذا الكلام اخي؟ مظبوط، انا ما ابو لداني، انا ابو الابطال الموجودين معه. نحن بنتمنى من الناس اللي عم بيشوفوا هالمناظر ما هي للتفكه، هدول الناس تحت الحصار، انا عم اتواصل معهم يوميا بكل دقيقه. هالشباب من الخارج، يا شباب الخارج، يا ابطال، يعني انا عيب اقول عنكم ابطال لانه ما حد منكم ساهم، انتم كانكم عم تفرجوا افلام تلفزيون تتمتعوا فيها وتروحوا تحطوا راسكم وتناموا، ما حد يحسس بالاهالي. كل ما اللي ما ساهم بمساعدة الداخل السوري هو خاين لشعبه ولقضيته ولأمل أولاده ولأملنا. نحن قمنا لمستقبل أطفالنا، نحن كنا بلا كرامة وكان توصل الأمر لنكون بلا شرف، ولا يمكن للسوري أن يكون بلا شرف. نحن مناشدناكم كثير وكل اللي إجانا الدفعات فلان عن فلان عن فلان لم يصل شيء إلى الداخل. شباب الداخل مقهورين من الخارج، شباب الداخل عم يقولوا لك نحن أهل الثورة ونحن اللي بنيناها، الخارج تكلم وأعطى بيانات وكله على الفاضي. ما زال، وبعطيك الأمثلة، ما زال إلى الآن القمع مستشري، هاي دلالة على إخفاق الخارج بالعمل القوي. نحن من 3 أشهر 4 أشهر طالبناكم بتقديم المواد والأسلحة لأنه هذا نظام قاتل. الناس أكترية تقول لي نحن سلمية، يا حبيباتي أنا سلمية، روحوا انزلوا لجوا وعدوا تحت النار وقولوا سلمية. لا يحق إلا اللي بالخارج اللي بيروح بينام بين مرته وولاده وبينام بتخته ويقول للناس سلمية ما بدنا سلاح، إما بتدخلوا بهالشيء هذا إما نحن ما لنا علاقة فيكم. ولا تتفشوا تقولوا إنه نحن ساعدنا، نحن ما لنا بقر وأغنام عم نستنى الطعام واللباس. الشعب السوري أرفع من هيك بكثير، الشعب السوري بطل. طيب أخي، ما هو المطلوب وبشكل عاجل الآن، ما هو المطلوب منا نحن كسوريين في المهجر اللي في أوروبا وبأمريكا، ما هو المطلوب منا؟ مساعدة الداخل بسلاح حتى الدفاع عن المواطنين الأبرياء. هذا النظام المجرم يقتل الناس بلا حساب، يقتل حتى يا سيدي يقتل من العلويين ومن المسيحيين ومن المسلمين، بس الحقد الأكبر على مناطق المسلمين، يذبحون على الهوية وهني، هذا شيء ممنهج. يا أخواتي أنتم عم تشوفوا على التلفزيون، نحن ما عم نكذب ولا عم نعطيكم معلومة، شيء واضح قدامكم على التلفزيون، عم بتشوفوا المناطق اللي عم تضربوا أنتم أهل بلادنا. أنتم بتعرفوا مين اللي عم يذبح، ما ضروري أنطق فيها بصراحة، بس أنا مقهور منكم. أنا عم نطوت من محل لمحل لنجمع على 500 دولار و1000 دولار لنبعث لهم إياها ليشتروا بارودي ولا يشتروا لهم كان فشكي. ما معقولي، هذا هو الشعب السوري العظيم؟ والله إذا هيك الشعب السوري العظيم لا يوجد عظماء بسوريا غير في الداخل. نحن أصلا الحرب قامت في سبيل السوريين اللي بالخارج اللي بيقدروا بالملايين ليرجعوا بحرية على بلادهم ويعيشوا بكرامة. هذا أنا كنت مغترب ورجعت وشفت أكترية المغتربين ما بيقدروا يرجعوا على سوريا لأنه مطلوب واللي كره البلد واللي نحن رجعنا لابن سوريا للي بالخارج يرجعوا ويقعدوا ببلدنا. نحن بنتمنى أنه نوصل رسالتك وبنأمل أنه الناس تسمع رسالتك إن شاء الله، إن شاء الله. وتتحرك وبإذن الله الأمور سوف تتحسن بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيك الخير أخي، الله يجزيك الخير.